صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يقول الله تعالى وصفهم بالإيمان والعمل الصالح، فأشكل علي أنهم في ظلمات مع وصفهم بالإيمان والعمل الصالح. نعم، الله واضح السؤال. يخرج الذين آمنوا، إذا آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور، أما إذا بقوا على الكفر بقوا في الظلمات، فمن مثله في الظلمات أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات، يعني صفته كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، صلى الله عليه. فإذا آمن بالله خرج من الظلمات إلى النور. نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم.